بعض فرص الأمطار مرتقبة هذا الأسبوع نواحي الخليج العربي، واستمرار الأجواء المستقرة وانقطاع الحالات عن أغلب المناطق في باقي مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع. التفاصيل بعد هذا الفاصل. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تزداد فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر شهر تشرين الثاني في الأجزاء الشرقية من المملكة، تحديدا تلك المطلة على الخليج العربي، وذلك نتيجة اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا في تلك المناطق، وبالتالي يتوقع أن تهطل زخات من الأمطار بشكل محلي في تلك المناطق، تلك المدن والمناطق المطلة على الخليج العربي خاصة يوم الاثنين. تبقى فرص الأمطار أيضا الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة في بعض النطاقات الجغرافية. درجات الحرارة في أغلب المناطق تكون على النحو التالي: 30 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 32 درجة مئوية في جدة، 29 درجة مئوية في تبوك، و25 درجة مئوية في الحدود الشمالية، و32 درجة مئوية في الدمام، وتصل إلى 21 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. لا تغييرات هامة على الحالة الجوية في باقي المناطق يوم الاثنين سوى ازدياد فرص هطول الأمطار على الواجهة الشرقية للمملكة بمشيئة الله تعالى، واستمرار هطول الأمطار الرعدية في بعض النطاقات الجغرافية في جبال جنوب غرب المملكة. يوم الثلاثاء تتراجع قليلا درجات الحرارة في المناطق الوسطى، تكون في ساعات النهار 29 درجة مئوية، وفي ساعات الليل 16 درجة مئوية. تميل الأجواء للبرودة في مناطق البرد والمناطق المفتوحة من المناطق الوسطى. أيضا تنخفض درجات الحرارة في الحدود الشمالية حول تقريبا 12 درجة مئوية في ساعات الليل يوم الثلاثاء، وبالتالي الأجواء تكون باردة في ساعات الليل في تلك المناطق، وفي ساعات النهار تكون 24 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في تبوك، و33 درجة مئوية في جدة، و22 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، و31 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، مع استمرار فرص هطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار في جبال جنوب غرب المملكة. أما يوم الأربعاء فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض لافت على درجات الحرارة في المناطق الوسطى، خاصة في درجات الحرارة الليلية. يتحول الطقس ليلا يصبح باردا في أجزاء عدة من المناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض، تصل إلى حدود 14 درجة مئوية في ساعات الليل، العظمى 28 درجة مئوية في ساعات النهار. الأجواء تبقى بالرغم من ذلك مستقرة مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية في بعض الأجزاء الغربية من المملكة، وتبقى فرص هطول الأمطار الرعدية قائمة في بعض النطاقات الجغرافية في جبال جنوب غرب المملكة، ويستمر الانخفاض أكثر وأكثر في المناطق الوسطى يوم الخميس، إذ تهبط الصغرى ليلا في العاصمة الرياض لحدود 12 درجة مئوية وسط أجواء يزداد بها البرد بشكل لافت، وأكثر برودة في المناطق المفتوحة ومناطق البر، وتكون 26 إلى 14 في الحدود الشمالية، و30 إلى 18 في المنطقة الشرقية، 32 إلى 24 في جدة، و29 إلى 19 في تبوك، و21 إلى 12 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، وتقريبا ما بين 27 إلى 12 في العاصمة الرياض. وتتراجع فرص هطول الأمطار يوم الخميس عن المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أما يوم الجمعة فيطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، تكون في ساعات النهار 26 درجة مئوية وليلا 13 درجة مئوية، تستوجب الملابس الثقيلة في بعض المناطق في وسط المملكة نهاية هذا الأسبوع في ساعات الليل. طبعا المناطق الشمالية من المملكة الأجواء تكون بها مستقرة لكن مع ظهور كميات كبيرة من السحب والغيوم تحجب بها أشعة الشمس، لكن أغلب هذه السحب غير ممطرة، وتبقى الأجواء مستقرة ومشمسة في مناطق أخرى من المملكة. هذا والله تعالى أعلم، هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة لهذا الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.